تحياتي اخواتي وحبايبي واصحابي في كل مكان، يا رب تكونوا بألف خير وألف صحة دايما يا رب. معاكم مريم من قناة أكلة بنفس. بصي، لا ده مش عرق لحمة بارد ولا أي حاجة من اللي في دماغك، ولا بوفتيك مقطعينه ولا كفتة اسطوانة مقطعينها ولا الكلام ده خالص. دي أكلة يونانية اسمها كوكوريتسي، بتتعامل هنا في العيد الكبير عندهم. انا عملتها بصراحة من وقتها، بس خليتها كده مفاجأة اعملها لكم بمناسبة عيد الضحية. كل سنة حضراتكم طيبين وربنا يعيد عليكم الايام بخير يا رب. دايما احنا متعودين على كبدة الخروف والكلام ده، يا دوب نعملها اسكندراني نحمرها بالبصل الكلام ده، القلب الرئتين بصوا الطرق المعتادة. طب ايه رأيك جربي الطريقة الجديدة دي اليونانية التحفة جدا، ليها اسرار وحاجات كتيرة جدا. يلا بينا ندخل نشوف الطريقة اليونانية الجديدة دي، بس يا ريت ما تنسينيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس، ويلا بينا على الفيديو بتاعنا التحفة الجامد جدا جدا. يلا بينا. هنا عندي ده منديل الطرب اللي هو الحته بتبقى يعني الدهن بيبقى في ظهر الخروف، وهنا عندي طبعا ممبار بتاع الخروف. فاهمني؟ كان يعني هو احنا بنشتريه كده ملفوف وعشان ما يتلخبطش، لان احنا عايزينه بطوله، مش زي في مصر بتقطعي الممبار لحتت صغيره، لا زي كل ما يكون طويل كل ما هيكون هيساعدك. طبعا تنظيف الممبار مش انا اللي هعلم فيه ستات مصر التنظيف خالص خالص. هنا طبعا هوريكي ازاي بقلبه انا بخله اللي هي شيش طاووق دي العاديه اللي احنا بنعمل عليها الشيش طاووق، وبتاخدي طرف وتدخلي فيها وتبصي عايزاه طويل. فهماني؟ بعد ما غسلناه كذا مره ونضفنا، بصي الشكل طبعا بعد معاناه وغسلناه كتير جدا كذا مره بالميه العاديه، وبعدين عملنا ميه بخل وملح وليمون ودخلناها فيها في بالقمع وغسلناه كذا مره كتير جدا، وملح وخل وليمون والحاجات اللي انتوا عارفينها، لفيناه على اسياخ الشيش طاووق الخشب زي كده، زي بكره الخيط بالظبط، زي شله الصوف عارفاها لما كنا نلفها كده بالظبط. علشان انا هقول لك، لان انا قلت لك ان احنا عايزينه بطوله، مش هنقطعه حتت او كل ما نزهق نقطع، لا. كده حطيناه اهو في مصفى تحتها طبق طبعا، وهعصر عليه كمان كمية عصير ليمون. بس خدي بالك كل لفة لازم تكوني عارفة النهاية بتاعتها، يعني ربطها ربطة وشايفة ان دي البداية اللي هتبدأي بيها، يعني تمام العين بتاعتها زي ما بنقول. تمام كده معايا الدنيا؟ تمام. وهبيته بغسي بالعصير الليمون ده يصفي، انا عايزاه يصفي كتير، كل ما يصفي كل ما يكون افضل. تمام كده حبايبي، الدنيا ماشيه معانا. يلا بينا نشوف التتبيله اللي هنعمل نتبل بيها الكوكوريتسي من جوه. تمام، عندي هنا بشر ليمونه، يعني ليمونه ليمونه ونص براحتك خالص، وعندي هنا معلقه حلوه توم مفروم مع فلفل حامي زي ما احنا متعودين دايما. وبعد كده كتري في الخلطه دي، ما تخافيش هنستخدمها كتير. وعندي هنا هعصر الليمون اللي انا اخدت القشر بتاعه من بره، وهرش ملح وفلفل اسود طبعا، دي التوابل العاديه البسيطه جدا، وهحط كميه زيت زيتون. تمام، طبعا حاجه يونانيه يبقى على طول نتوقع انها بزيت زيتون، والملح طبعا تظبطي الدنيا معاكي. هتقلبي كل المقادير دي كلها مع بعض وتضيفي عليها زيت الزيتون والدنيا تمام. دي الخلطه اللي هنعمل فيها الكوكوريتسي او القلب بتاع الكوكوريتسي، هنستخدمها في حاجات كتيره. تمام، عندي هنا الحاجات بتاعت الخروف، بصوا كامله كده، القلب بالكبده بالطحال بالرئات بكله كده، باللي هي اللي بنقول عليها الحلويات بتاعته دي، كل حاجه في القلب. طبعا القطعه دي حجمها حسب الحجم السيخ اللي عندك، انا اسياخ عندي صغيره هتشوفوها بعد شويه، يعني لو عندك سيخ اكبر كبري القطعه، عندك سيخ اصغر صغري. فهماني؟ ممكن تعمليها طبعا طبعا على اسياخ الشيش طاووق الخشب عاديه خالص، ما فيش مشكله. هعرفك لو يعني القطعه دي حسب الحجم السيخ اللي عندي، هوريه لك دلوقتي. وكمان هتحطي فيه الكميه المناسبه، انا هشرح لك كل حاجه في وقتها ما تقلقيش. طبعا بعد ما قطعتها كنت غسلها كويس ومصفيها، وبعد ما قطعتها غسلتها تاني وصفيتها ونشفتها كويس، وهحطها في البوله اللي انا هنزل بيها على الخلطه. خدي كام معلقه كده حلوين من الخلطه الجميله التحفه اللي ريحتها يعني جميله جدا على فكره، يعني على فكره ممكن تتبلي بيها الكبده العاديه يعني،
لو هتعمليها وتشوحيها على النار بالخلطة دي تحفة جدا جدا، زيت الزيتون طعم جدا. وهقلبها وهركنها في التلاجة لمدة ساعتين، تمام. وعندي بقية الخلطة دي هنشوف هنعمل بيها ايه، ما تقلقوش، تمام يا حبايبي. اهم حاجة تسيبيها في التلاجة، بظبط الدنيا معاكي، عندك حاجة بتاع، المهم سيبيها ساعتين. لو من بالليل لا، بس كتير من بالليل عشان الكبدة ما تتهرش. دي اسياخ الشيش طاووق اللي عندي، او الاسياخ اللي عندي البشو عليها، اعمل عليها شيش طاووق، كفتة، كباب، اي حاجة. وادي اهل الممبار بتاع الخروف بعد ما نقعاه، وعليه عصير الليمون، وبقشره بحاله زي ما انتم شايفين، وبعد ما غسلناه بمراحل كتيرة جدا انتوا عارفينها طبعا، انتوا اشطر مني في الموضوع ده خالص، تمام. تعالي بقى نعمل السيخ بتاعنا. ابدأي بحتة قلب مثلا او كبدة علشان جامدة شوية، تمام، بلاش الرئة والكلام ده. وهتحطي فيها، المهم لازم تسيبي مسافة، يعني انا هنا عندي السيخ فيه حتة من ورا كده معمولة عشان اسيبها، تمام. لازم تسيبي مثلا قد ماسكة ايدك زي ما انت شايفة كده، من قدام ومن ورا، تمام، علشان لسه في مراحل تانية. وتحطي من كل الاصناف، تمام معايا كده. وزي ما قلنا لازم تسيبي قد ماسكه ايدك من ورا وقد ماسكه ايدك من قدام، وتجيبي بوله، بوله كبيره كده يعني، بصي فيها مساحه وارتفاع عشان هنشتغل كتير. وهتجيبي الطرب، منديل الطرب دوت زي ما انت شايفاه، تمام، وتلفيها كويس، عايزه تغطيها اولا عشان هتساعدنا في الشغل، وثانيا علشان بيديها طعم. ما تخافيش، هو كل ده هيتصفى يعني، ما تقلقيش، اصبري عليا وهتشوفي، ما تقلقيش، ما تقوليش دي كلها دهون، لا، كل ده هيضيع منك، بس عشان يمسكها معاكي، وكمان علشان يديها طعم، تمام. انا ظبطت الدنيا كده والحجم اللي انا عايزاه من منديل الطرب، تمام. ادينا جبنا الممبار اللي لفينه، تمام كده اهو، هتربطي الناحيه دي ربط عاديه خالص، مفيش مشكله. انا عايزاكي تجربي، جربي اكل من مطابخ تانية، ثقافة تانية، جددي، غيري، وخصوصا لو عندك الاولاد زي عندي كده بيغلبوني في اكل الكبدة، في اكل الحاجات دي، فليه اخترع لهم اكلة جديدة، شوفي ثقافة العالم التاني يعني، الناس التانية، تمام. وهتبصي وهتلفيها كده بالظبط زي ما لفينا الممبار على السيخ الشيش طاووق الخشب، لفته كده برضو على فكرة زي كده. فانا ما رضيتش اجيبه لكم عشان الفيديو صراحه حاساه طويل جدا، وقلت كده كده هيشوفوا طريقه اللفه وانا بلف الكوكوريتسي نفسها، تمام اهو، بصي اهو نفس النظام. بعد كده مشينا شويه بالطول عشان نثبت شويه، بعد كده تمشي حبه بالعرض اهو زي ما انت شايفه، بصي اهو، ركزي معايا علشان برضو ما هتخلص معايا حته الممبار دي، هحاول اعمل حته تانية هوريكم ازاي توصلي حتة تانية على اساس ما تفكش معاكي، احنا عايزينها محكمة اللف، محكمة اللف، تمام. دايما يقولوها كده اليونانيين، شد اللفة كويس، شد اللفة كويس، تمام. هو كده اهم حاجة في نجاحها، يقولك شد اللفة كويس علشان هتدخل في مراحل سوا، ممكن اللفة تتفك منك ويبقى شكلها مش حلو خالص، ما تبقاش اسطوانة زي ما انت شفتيها ومقطعة كده كأنها عرق لحمة زي ما انت شفتي. بس كده انا خلصت هنا الكمية اهو، واخر حتة هقفلها كده يعني، انا شدة فمش قلقانة يعني، تتقفل زي ما تتقفل، تمام. وبعد كده هتسيبيها على البولة دي فترة قد ساعة ساعتين تصفي ميتها، لانها هتنزل مية تانية، تمام. سيبيها تصفي مفيش مشكلة، تمام، مفيش مشكلة خالص. دخليها التلاجة وسيبيها جوه التلاجة ساعة ساعتين تصفي ميتها، بس كده احنا متبلينها وجاهزين. طيب بعد ما صفت هنعمل ايه؟ تعالوا نجهزها للطبخ. عندي طبعا هجيب ورق فويل، وبعد كده طبعا مينفعش يلامس الاكل مباشرة، هنحط عليه طبقة ورقة زبدة، تمام. بعد كده هنجيب الكوكوريتس اللي لفيناها وهنعمل ايه، هنحط عليها ايه بقى، من نفس الخلطة اللي احنا عملنا بيها، تبلنا بيها من جوه الكبدة والقلب والحاجات دي، تمام، تغرقيها. وبعد كده برضو حطي ملح وفلفل اسود علشان طبعا الممبار ما تتبلش يعني، وبعدين حطي شريحتين زبدة، بصوا هي تحفة، دمار. هتقولي لي دهون كتيرة، لا لا ما تخافيش، كل ده هيضيع وهتديكي نتيجة تحفة جدا جدا، تمام. وهتلفيها في ورقة الزبدة، وبعدين تلفيها كويس جدا، رول كويس جدا جدا في ورقة الفويل، وتقفلي عليها كويس. في المرحلة دي على فكرة ممكن تجمديها جوه الفريزر اسبوع اتنين تلاتة، مفيش مشكلة خالص،
يعني بصي مفيش مشكلة، انا من مدرسة ضد ان يتجمد الممبار كده، لكن طالما اتعمل على الكوكوريتسي ما تقلقيش خالص، ممكن اسبوع اتنين جهزيها من قبلها بيومين تلاتة وبعدين سويها تمام، او حتى من بالليل علشان هي بتاخد وقت في اللف يعني زي ما انتوا شفتوا. خلاص كده هنيجي للتسوية، عندي شبكة وعندي صينية هتدخل الفرن وحاطة فيها مية. هتقولي لي حاطه فيه ليه ميه يا ام مريم؟ عشان الدهون اللي هتنزل دي هتبهدل لك الصينيه على فكره، وكمان الميه لما هتسخن هتطلع بخار هيطري الكوكوريتسي معاكي، ففي من ناحيتين يعني تمام. وحطيت عليها اهو، انا كنت عامله واحده بره الكاميرا وعملت معاكم واحده بس، حطيت عليها كده، كنت طبعا طلعتها من الفريزر قبلها بكام ساعه عشان حلت شويه، انا كنت عاملاها وحطيتها في الفريزر تمام بس. والفرن شغال على درجه حراره 180، وكل شويه تقلبيها زي ما قلت لك، من ناحيه هنا وناحيه هنا وناحيه هنا، كل شويه تقلبيها تمام. اللي انا حاطه الشبكه علشان ايه بقى؟ علشان يعني بصوا تقل السيخ معايا صغير، فمن تقله ممكن ينزل في الصينيه ويشرب كل السمنه، وانا مش عايزه كده الدهون هتنزل. بصوا كميه الدهون اللي نزلت. طيب الكلام ده بعد حوالي ساعتين، بعد حوالي ساعتين او ثلاثة، وكل شوية اغرز خلة اسنان في الورقة الفويل نفسها، غرزت معايا من كل اتجاه، يبقى كده استوت تمام. هي هتاخد على الاقل ساعتين، ساعتين ونص في الفرن. بعد كده طلعتها زي ما انتوا شايفين، بصوا كمية الدهون، ما تقوليليش كان فيها منديل طرب وكان فيها زبدة كله نزل، كله نزل تحت في الصينية وهيتكب وخلاص تمام. استوت طبعا، اتأكدت اهي من السواء، فانا هفك الفويل ده وورق الزبدة وهدخلها الفرن تاني على يعني تشغل الشواية تتحمر، وهي بتتحمر اتحمرت الناحية دي اقلبيها الناحية التانية، بس صفي كل المية اللي تحتها دي تمام، علشان ما احنا مش عايزين خلاص مية حواليها، احنا عايزين نحمرها تمام يا حبايبي. وده شكلها بعد ما اتحمرت اهي، وقلبتها وهي جوه الفرن لحد ما اخدت اللون ده. طبعا هسيبها تهدى شوية وبعدين نقدمها مع بعض تمام. وطبعا في الصينية كده تاخديها على طول على على الحوض بمية سخنة، تصفي كل اللي فيها وتكبي وتنضفي طبعا، يعني انتوا عارفة الشغل ده بس. وبعد ما هدي تقطعيها اسطوانات زي ما انت شايفة كده، ولا كأنها عرق لحم، يعني مستحيل اولادك هيقولوا لا كبده احنا مش بناكل كبده، احنا مش بناكل القلب، احنا لا، خبيهم جواها. دي اكله تراثيه شعبيه عندهم جدا جدا، يعني مثلا زي عندنا الفسيخ في شم النسيم مثلا، فاهميني، الفته في عيد الضحيه مثلا، دي بقى الكوكوريتسي عندهم في العيد الكبير برضو، حاجه كده تحفه بيحبها جدا كل اليونانيين، واحنا برضو حبيناها منهم، تعلمناها منهم وحبيناها منهم، واكله خلت الاولاد تاكل الحاجات اللي مش بيرضوا ياكلوها طبعا، لا ممبار ولا الحاجات ده اولادي بياكلوها، بس جوه الكوكوريتسي بياكلوها، حاجه كده تحفه زي ما انت شايفه. جددي غيري في مطبخك، بصي يعني زي ما بقول لك، جربي جربي ثقافات مطابخ تانية، وطالما حساها قريبة من ثقافتك ما تقلقيش خالص. أتمنى حبايبي الفيديو يعجبكم وتعملوا الوصفة، وبصي بقى الإتقان، بصي اللفة والممبار ملفوف إزاي، ولا فك منك ولا اتقطع ولا حاجة، على فكرة ممكن تتشوي على الفحم، بصي وكل الحاجات اللي جواها مستوية جدا جدا، ممكن تتشوي على الفحم بس لو عندك شواية بالموتور اللي هي بتلف لوحدها، ما ينفعش تحطيها مباشرة على الشبكة وتستنيها تستوي، لا هي بتاخد وقت كتير جدا، لان بصي ملفوف كذا طبقة ممبار وجواه كبدة وقلب وحاجات عايزة تستوي، فاهميني يا حبايبي. بصوا جميلة ازاي، طبقات كلها مستوية والطعم تحفة والريحة الخلطة جنان. جربي الخلطة دي حتى لو هتعملي كبدة عادية، أوعدك إنها هتعجبك. وأتمنى حبيبتي لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس ولايكات الكتير للفيديو، وأي استفسار أنا معاكم، وهتوحشوني جدا جدا، وكل سنة وأنتم